هي إشكاليات طبعا عندنا عوامل عدة فيما يخص إنتاج الفيروات وموارد يوم الجمعية الوطنية لحماية النباتات وموزعي وبائعي المبيدات والأدوية تاع الوقاية ديال النباتات نظموا هذا اليوم التحسيسي فالنسخة ديالو يعني الثانية هو لقاء جد مهم اللي فيه يعني الإدارة من جهة وفيه المهنيين والمستعملين كذلك للأدوية لوقاية النباتات فموضوع بالغ الأهمية لأنه أولا الوقاية واستعمال المواد لابد منها ولكن خصها تكون بواحد الطريقة اللي هي معقلنة وعقلانية والتوزيع والبيع نتاع المواد هو واحد الجانب جد مهم اللي كنركزوا عليه لأجل تحكم في استعمال الأدوية اللي هي مناسبة وبالطريقة اللي هي مناسبة وكاين جانب ديال التحسيس ديال المستعملين كذلك فيما يخص يعني الفلاحة والتقنيين جدا واللي فيه برنامج ديال التحسيس وديال التكوين مهم فالجانب التنظيمي هو اللي كنأكدوا عليه واللي غادي تكون فيه شراكة مع المهنيين ومع الجمعية باش نحاربوا يعني هذا الشيء العشوائي اللي كيكون على الصعيد يعني الأسواق المحلية واللي كيضر يعني بصحة النباتات وبالتالي صحة يعني المستهلكين فقطاع مهم جدا وبرامج اللي غادي تكون إن شاء الله في المستقبل واعدة بالشراكة مع المهنيين والإدماج ديالهم في إطار استراتيجية الجيل الأخضر اللي كتحدث على يعني استعمال المكافحة المندمجة واللي فيها عدة عوامل واللي هي بيولوجية عوامل تقنيات الفلاحية عاد كيجي العامل ديال استعمال يعني المبيدات هذا النشاط هو ليس بنشاط ولكن هو كما كنقولوا سنة ارتعت الجمعية أن تنظمها كل سنة وكان اللقاء التواصلي الأول سنة 2022 13-11 اليوم وهذا اللقاء كانت تم تأجيل دياله لعدة مرات ارتعينا أن يكون هذا التتويج دياله تحت رعاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه القروية والمياه الغابات ودائما الشريك ديالنا استراتيجي اللي هو المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية احنا ما يمكنش نمشيو بلا بيه هو ما يمكنش يمشي بلا بينا احنا كجمعيات هذه باش نكون واضحين هنا كما كتقول كنلعبوا واحد الدور بعدا كاين اول حاجه اللي كنجمعوا ما بين هاد لي روفوندور ديال المغرب كيتعرفوا بعضياتهم كاين اللي كينهار كيعرف انسان وما كيعرفوش هذا الملتقى الوطني التواصلي هو ملتقى لتبادل الخبرات والتجارب بينهم وشنو واقع في السوق ولقاء ما بين المستوردين والمصنعين وما بين الموزعين وكاين بعض الامور اللي هي غادي نناقشوها دابا اللي غندخلوا دابا غتم المناقشه غيتفتح نقاش حول واحد القانون اللي كان هو القانون 34/18 المتعلق بمنتجات حمايه النباتات وكاين واحد القانون ديال 53/18 المتعلق بالاسمده والدعائم للنباتات كاين بعض البنود اللي حنا كنشوفوها بان خصها يتم التعديلات ديالها وفيما يتعلق البند 79/80/81 الخاص بالمخالفات والعقوبات وكاين الماده 2 اللي ما كيسمحش الروفوندور يبيع الروفوندور وكاينه واحد الماده اللي كنحملوا الشركات في اطار المواد المنتهيه الصلاحيه بان هي اللي تسحبها من السوق لان الروفوندور ما عندوش الامكانيات باش يخلص باش تليكيد هذيك المواد كما كنديروا بحال الشركات اللي كتعرفوا دانون هذه بلا ما نذكرش التسميات مواد غذائيه ملي كيكون واحد الماده اللي هي منتهيه الصلاحيه كتجي الشركه كتعوضها بماده فعاله والتاريخ ديالها صالح لهذاك لان هذا الشيء اللي كيهم كله هو المهم ديالنا هو الصحه ديال الانسان والصحه ديال الحيوان والبيئه لان باش كنقول بنعيش واحد البيئه سليمه لان هذا السيد اللي كيبيع الدواء راه حتى هو رب اسره راه مهما ديك المواد اللي كداوى راه حتى هو كياكل تفاح كياكل مطيشه كياكل هذه هنا احنا ما يمكنش لان احنا ما بغينا نحيدوا ديك المفعول بان راه كيمون الدواء لا هادو سي تان فارماسيان
غير كاين الفارماسيان اللي مع الطبيب كيعطيك الروشيطه الطبيب، هادو فارماسيان اللي كيعطيك الروشيطه هو المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه. هذا هو ما نسعى اليه، هو تنظيم وتقنين القطاع ومحاربه الفوضى والتزوير والغش. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.